اولا انا ما صراحه لحد الان الهام قروي مازال ما لقيتش واحد نمط غنائي اللي غادي نحط راسي فيه. ثانيا ما كنبغيش نحط راسي في نمط معين لان الجمهور المغربي صعيب وكيوقع ليه ملل، فإلا حطيت راسي في نمط معين غنولي فوق ثمان بغي نخرج العمل اللي من بعد منه عارفين الهام قروي اش غتخرج. ولكن انا الاغاني بثلاثه اللي خرجت حتى واحده ما كتشبه الاخرى. الواي واي جاب محض الصدفه، ما كانش نهائيا مقرر ليه ولا كان تخطيط ليه، كانت تجربة. الحمد لله لقات استحسان من بعض الناس وقربتني بزاف من الناس وكسبت من خلالها واحد الجمهور اللي هو تبارك الله كبير، وفي نفس الوقت سببت لي واحد نقلة نوعية من انتقادات اللي تلقيت، فهذا خلاني نفكر ان شاء الله في العمل الجاي ديالي باش يكون احسن من اللي داز. والدليل انني هذا العمل ان شاء الله اللي غادي يخرج في شهر 10 هو عمل مغاير تماما، اول مرة الجمهور غادي يشوف الهام قروي به، هو ستيل اللي هو هادي بزاف، غنبين فيه طاقتي الصوتية لان الناس ما كتعرفش الهام علاش قادرة صوتيا، وغيتصور على طريقة فيديو كليب. غير الفرق بينه وبين الاعمال اللي دازت، ما غاديش ندير فيديو كليب اللي غادي يكون ضخم ويكلفني شي تكلفه اللي هي عاليه، لان غيكون مصور بالابيض والاسود، فيعني مشاعر وبزاف ديال الحوايج ان شاء الله نخليكم تكتشفوه قريبا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.